بيسان اسماعيل قبل شوية طبعا بس نزلت الأغنية على قناة بيسان تقريبا بدقيقتين فقط حصلت على 30,000 مشاهدة، لأن الكل كان متحمس الصراحة تنزل. شنو اللي صار؟ انحذفت الأغنية. طبعا قبل ما تنزل هاي الأغنية بيسان اسماعيل وأنس شايب كانوا فاتحين بث بالإنستغرام، وكان واضح على بيسان إنها كثير متوترة وخايفة إنه راح تنحذف الأغنية. طبعا أنا قبل ما تنحذف الأغنية قدرت إني أسمع الأغنية، والأغنية كانت باللهجة المصرية، وقدرت طبعا أحملها، ولكن ما راح أقدر أنزلكم إياها لأنه إذا نزلتها 100% الأغنية راح تنحذف من قناتي أو على غير قناة. ولكن ان شاء الله باكر راح يكون اكو ردة فعل على الاغنية، وانا طبعا راح احاول اضبطها بالمونتاج بحيث ما تنحذف الاغنية واقدر انزل لكم اياها. طبعا بالنسبة لموقف جواني، طبعا جواني مو هو اللي حذف الاغنية، بالنسبة للاشخاص كانوا يعتقدون انه جواني حذفها، وانما اللي حذفها هو حيدر جيتار وحنين قصير، هم اللي حذفوها مثل ما ذكرت بالمقطع لما حذفوا البرومو. على كل حال احط لكم ستوريات جواني اللي تكلم فيها على بيسان قبل ما تنمسح الاغنية، ولما هو هددها انه راح تنمسح الاغنية. حكوا معه باسلوبه صيد بكبكه وجرح البنت، بتعرفوا اسلوب الاستعطاف هذا، اقل من سنه تقريبا، واليوم رح يرد هذا الشيء لانه رب العالمين ما بنسى الظلم، والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم والله الكبير. عشان هيك اليوم رح يرد هذا الشيء بتشوفوه. وانت فهمت علي. وإمتى رح نخلص بدول يا خواري في اليوتيوبر؟ انت ليش عم تحكي عليه وهو مش معبرك يا حبيبي؟ اذا حدا متابعيني اللي بحبوني اذا حدا بسبني لا تحكوا معه شيء، تمام؟ خليكم انتم محترمين، وانت لا تكون خروف ليوتيوبر تجي تسب ليش عم تحكي عليه. ترى هذا اليوتيوبر نفسه ببعث لي على الخاصه. بس ما شاء الله عندكم نشنا على الفيسبوك، حتى بصفحه الفيسبوك في صفحه لي ما بعرف اذا هي لي الصراحه، بس هو اعطاني اياها اللي فيها 150,000 جبناها على اسمك كبير الله يرزقه. المهم محطوطه عليك مثبت مشان هيك روحوا شوفوها كمان، وخلي لي اياك والله بحبكم، والله بحبكم يا جماعه، والله بحب اقفل بحب امزح، والله انا عفوي يا جماعه، حد يزعل مني ولا يجوا لدي خواريف اليوتيوبر بكفي تحكي فلان ومش معبرك، على اساس انا ناطر يعبرني، على اساس انا حيحمد ربه عم بحكي عليه، انا اصلا قاعد مسخه اللي ما بدي يعبر.